ورجعنا لكم وفقرتنا التانية اون سبوت. المرة دي النادي الأهلي بيثبت إن اللي بيحصل حاجة مش عشوائية. المباراة التالتة على التوالي، فوز في الدوري بنتيجة 5-1 ضد منافس في اعتقادنا إن مش هو الأقوى، ولكن المؤشرات الإيجابية مستمرة. فوز مهم يا أحمد. بالتأكيد فوز مهم كمان يا فارس، وكمان أجواء المباراة اللي لعب فيها النادي الأهلي. النادي الأهلي بيلعب الساعة 3 العصر في أسوان في درجة حرارة عالية جدا، والحقيقة بنطالب اتحاد الكرة ان يبص بعين الاعتبار للمباريات، مش للنادي الأهلي بس في أسوان، لكل الأندية في أسوان، ان الموضوع يتعامل على أرض. لا ثانية واحدة، عشان أول مباراة جاية لأسوان لباقي الفرق هتبقى بالليل، واحنا الفريق الوحيد اللي يلعب الصبح، ما هيستنى. يبقى بنخاطب اتحاد الكرة ان كل المباريات تتلعب في نفس التوقيت طالما الأهلي لعب. فطبعا في عندنا أرقام إحصائيات كتير طبعا حابين نقف عنها، يعني في بعض الاختلافات. طبعا النادي الأهلي في المباراة دي نعرض الإحصائيات، كان ليه 6 ركنيات مقابل 8 لأسوان. الاستحواذ كان 48 ل 52، التمريرات 442 463، فقد الكرة للنادي الأهلي كان 21 مقارنة ب 29 لأسوان، المحاولات الناجحة 8 ل 3. طبعا كان في جدل كده بيننا أحمد، أنت شفت الأرقام دي إيجابية في إطار النتيجة وإطار كمان ظروف الملعب وظروف الأجواء. لا مش كده بس، وكمان فكرة إن أنت بتلعب يوم الأربعاء، وما فهمتش مبرر ابدا ان انا اروح اسوان العب يوم السبت مع ان في ايقاف للدوري هيتم، فالمفروض ان انا كنت على الاقل العب يوم الاحد، لكن لعبنا يوم السبت وانا لاعب يوم الاربعاء مباراه في القاهره. لا، لما يكون عندي بعد 48 ساعه وسافر لاسوان والعب مباراه في الجو ده في الحر ده، اعتقد كانت سياسه فايلر، وواضح جدا ان هو كان يستنى فريق اسوان في ملعبه فارس، ودي اللي انا اللي انت مختلف معايا. النقطه بقى اللي انا بتكلم فيها يا احمد، ان ما حدش يقدر يقول ان نتيجه 5-1 دي نتيجه انت ما ينفعش تقول ان هي ايجابيه في كره القدم، ولكن في اختلاف في حته واحده. انا نفسي ان احنا نحافظ على اسلوبنا على مدار المباريات. فريق زي برشلونه بيتميز، او بايرن ميونخ تحديدا بتتميز، ان الفرق دي مهما كانت الضغوط والظروف بيقدروا يحافظوا على طريقه اللعب والشكل اللي هم بيأدوه دايما. انخفاض معدل التمريرات في المباراه دي بالمقارنه بالشكل المعتاد للنادي الاهلي، انا حابب مع فايلر نفضل زي ما احنا بنلعب بالستايل بتاعنا، ما نتخلاش عنه تحت اي ظروف، لان هنواجه الظروف الصعبه دي في افريقيا. وانا قلت لك انا متفق معك، انت عايز توصل لدرجه من الكمال، دي هي دي بالظبط التجويد اللي بيقول عليه. بالظبط، لكن انا كمان بحط ظروف المباراه في الاعتبار. أكيد طبعا. مباراه يوم الاربعاء وبتلعب يوم السبت في اجواء حاره زي دي، وبتسجل 5 اهداف، برضو من اين تؤكل الكتف طبعا. انت قدرت توصل لمرمى المنافس وقدرت تسجل 5 اهداف خمساء. صحيح في نقطه لازم نتكلم فيها، ان فكره ممكن بقى تقول لي في الغفوه ان يجي فيك هدف، ان يكون في التركيز يغيب شويه عن تمركز الدفاع للنادي الاهلي، محتاجين نراجعه، محتاجين ده. لكن معاك فعلا ان انت عايز توصل كمان، لكن مختلف بقى في فكره ظروف المباراه، لان اجواء مباراه اسوان اللي احنا اتكلمنا فيها وان احنا هنقابلها في افريقيا، فبالتالي كنا محتاجين ان احنا كمان نفرض سيطرتنا في المباريات الخارجيه على افريقيا. لكن انا بالنسبه لي النتيجه كويسه جدا، نتيجه جيده طبعا، ظروف المباراه كويسه جدا. فكر المدير الفني ان هو ينتظر اللاعبين تقل التمريرات، هو حاول يحافظ على المجهود البدني يا احمد، واضح جدا في كل الارقام، حتى معدلات الضغط. وده بيشير لحاجه كمان، ان هو بيتعامل مع كل مباراه على حسب ظروفها وعلى حسب كمان ظروف المنافس، وده شيء مهم جدا. احنا يا احمد في ارقام ما منعتش ظروف المباراه ان احنا نحققها. الثلاثي نستعرض يا احمد كده، عندنا طبعا ثلاثي كابتن رمضان صبحي اللي مع بصراحه ريني فايلر عامل مستوى هايل جدا، وكمان جونيور اجاي وحسين الشحات. كابتن حسين الشحات اللي كل ما بيسجل جونيور اجاييه يسجل حسين الشحات، وكل ما يسجل الشحات يسجل جونيور اجاييه، عاملين مقارنه مع لاسارتي الثلاثي ده كان عامل ايه ومع ريني فايلر عامل ايه. حسين الشحات لعب مع لاسارتي 25 مباراه سجل 5 اهداف فقط لا غير، بينما لعب تحت ولايه ريني فايلر 5 مباريات فقط وسجل 7 اهداف، واعتقد المقارنه واضحه جدا وصريحه وبتعكس تطور اداء اللاعبين مع ريني فايلر. كمان كابتن رمضان صبحي اللي لعب 31 مباراه مع لاسارتي سجل 2 فقط لغير، بينما مع فايلر لعب 5 مباريات سجل 3 اهداف، واعتقد تطور رمضان صبحي تحديدا واضح جدا تحت قياده المدير الفني. اما بالنسبه لجونيور اجاييه فلعب مع لاسارتي 23 مباراه سجل 5، ولعب مع ريني فايلر 6 مباريات سجل 5، معدل تهديفي عالي لجونيور اجاييه بالمقارنه بين لاسارتي وريني فايلر. وده هيقودنا لفكره اللي انا كنت متفق فيها، ان انا مش من هواه السي في عامل ايه، انا من هواه ويت اند سي. كنت انت مختلف معايا فيها، اوعى تنسى دي. لا مش مختلف معاك طبعا، السي في عامل مهم جدا، ولكن زي ما قلنا برضو ان احنا هننتظر التجربه.
والتجربه بتاعت مستر فايلر نفسها كان فيها تباينات نتمنى ان احنا ناخد يا احمد الشق الاجمل فيها. ومن التباينات دي اللي احنا برضو اتكلمنا عليه في البدايه واحنا بنعرف مستر فايلر مع اندرلخت فكره تطوير لاعبين بعينهم. عايزين نتكلم عند رمضان صبحي وحاجه انا مسميها زاريني افكت، تاثير مستر فايلر على رمضان تحديدا اللي مستحيل اي حد يدرك كره القدم يقول انه شيء عشوائي. رمضان مع لازارتي 18 مباراه سجل هدفين صنع 3، الارقام دي في الدوري بس، 28 عرضيه 20 محاوله على المرمى 9 محاولات ناجحه منهم 57 مراوغه. مع مستر فايلر في 3 مباريات في الدوري سجل 3 اكتر من اللي سجله في في 18 مباراه كامله مع لازارتي، صنع هدف 4 عرضيات. هنا بقى اللي انا عايز اقف عنده عدد المحاولات على المرمى يا احمد، 10 محاولات على المرمى في المقارنه في 3 مباريات بالمقارنه ب 20 محاوله على المرمى في 18 مباراه. يعني والاهم تقريبا 3 لواحد الفعاليه بقى، المحاولات الاون تارجت 6 محاولات بالمقارنه بالمحاولات الناجحه 9 محاولات فقط لرمضان مع لاسارتي. كل ده واضح، انا بقول لك تحركاتك فين، مهامك الهجوميه عامله ازاي، انت بتبدا تدافع من المساحات دي، انا محتاجك تتمركز في الهجمه المرتده بشكل معين، تاثيرك على المرمى وامتى تفكر ان انت تمرر للزميل وامتى تفكر ان انت تلعب مباشره على المرمى، كل ده شغل مدير فني. في ارقام ممكن نقول ان هي عشوائيه ومصادفه في كره القدم، بس الارقام التباين دي فيها مستحيل ان هي تكون مصادفه. بالتاكيد يا فارس، وبنتمنى مزيد من التطور لمستوى كابتن رمضان صبحي وكابتن حسين الشحات وكابتن جونيور اجاي وجميع لاعبي النادي الاهلي، لان في النهايه يهمنا جدا ان النادي الاهلي باذن الله يحقق الهدف المنشود من خلال جماهيره وهي دوري ابطال افريقيا، وده النقطه الثانيه في اون سبوت اللي هنلقى عليها الضوء وهي كره دوري ابطال افريقيا.